وكمان يعقوب شاهين عم يشتغل على أغاني جديدة هالفترة، بس هالمرة هو يلي عم يختار يلي بيناسبه. إن شاء الله العمل الجديد راح يكون أنا شو بحب، لأنه ممكن الناس تتحكم بكل شيء إلا بهون، لأنه هذا إلي وهذا من حقي أني أنا أختار، وأنا واعي كفاية أني أعرف أنا شو أختار لنفسي. وبالنهاية بحكي هذا الشيء بكل تواضع وعن خلفية موسيقية كمان. وهالقرار وصل له من بعد نجاح أغنيته الأخيرة الرقم الثاني اللي كانت باللهجة اللبنانية. وحب هالمرة يغير شوي ويعمل سامر سونج ولكن بلهجة غريبة. مردلية اللهجة، شو مردلية راح نشرح عنها بعدين، بس كتير قريبة وكتير لحنا برقصنا لح الصيف عشان نعمله فيه. ولهيك عم يشتغل بفول فورس ليقدم كمان سينجل تانية ممكن يصورها كليب. في كمان عالشتا في غنية كتير قوية وكتير حلوة حطيت صوتي عليها، هي باللهجة المصرية راح تكون، أنا حسيت فيها كتير إني أنا عطيت فيها هالطاقة الغنائية، إن شاء الله يا ربي تنال إعجاب الناس. والناس وخصوصا البنات بيحبوا يعقوب's good looks وستايله الأفورتلس، فالستايلش ستار عودنا بالمناسبات على السوتس والتوكسيدوز يلي بيختارها، وبيومياته دايما كول وريلاكس. بعرف شو اختار وبعرف شو اللي بيلبق لي، واكيد لا غنى عن اللون الابيض، يعني لونك المفضل فيش غيره. ايش بتحب اللون الابيض؟ بس عم بنوع بالصيف، عم بلبس الاصفر، بس مش لوني، بس بلبس الاصفر الزاهر مرات، مره الاسود جديد عمالي بفوت عليه منيح. وما في يكون ستايلش اذا جسمه مش فت. عم بعمل سبورت لانه لي فتره كتير قاعد، وهذا صرت اتعب لما بدي امشي، بس لا عم بلاقي حالي انه مش معقول انا اضلني هيك، لازم احرك حالي بمشي وكذا، وعم نظبط امورنا. بس خايف كتير انصح يروح الاواعي كلهم اللي عندي، عندي كميه ملابس هائله. لا بمزح، بس انه عم بندير بالنا حالنا نوعا ما. فهل سبب اهتمامه بحاله لانه في حدا بحياته؟ خبرنا صار في هيك حبيبي انت. عندي شغل كتير ماخذ وقتي وكتير ماخذ تفكيري وكتير ماخذ من صحتي كمان شغلي، فان شاء الله بركز على شغلي. وبالنهايه انا يعني هذا الشيء اي انسان بدي يمر فيه ومش رافضه انا، وبس مش ملاقي له وقت او بعد مش مفكر بالوقت الحالي.